ازيكم يا جماعة، معاكم نيرد الانمي. طيب الفصل 182 من مانجا وان بانش مان. نوعا ما الفصل ده فاق توقعاتي بشكل كبير جدا، فصل جميل ودرامي من الدرجة الاولى. زي ما قلت لكم هو ده اللي انا كنت منتظره اصلا من القتال كله ما بين سايتاما وتاتسوماكي، اللي هو الحوارات ما بين الاتنين دول. في الفصل ده نوعا ما كان في مشاعر كتيرة جدا، شفنا حوارات ما بين سايتاما وتاتسوماكي، شفنا سايتاما بيعلم تاتسوماكي حاجات كتيرة جدا، شفنا تاتسوماكي بتتطور وتطرق للفلاش باك بتاعها مع بلاست ومع فوبوكي وهي صغيرة. كلام كتير جميل جدا الصراحة، عجبني جدا. بالنسبة لي ده افضل فصل في القتال ما بين تاتسوماكي وسايتاما، وبالنسبة لي واحد من افضل الفصول اللي فيها مشاعر كبيرة جدا في مانجا وان بانش مان. فصل جميل جدا. ولكن قبل ما نبدأ، لو انت من محبين وان بانش مان او اي حاجة في عالم الانمي والمانجا، وقريبا هنغطي اعمال اكتر واكتر، ما تنساش تكون معانا. ايوة في القناة دي بنتكلم عن كل حاجة باذن الله، خليك مشترك معانا، عايزين نوصل بسرعة جدا ان شاء الله. اسف لو طولت عليكم، يلا نبدأ على طول. الفصل 182 من وان بانش مان بعنوان غير مؤكد. بنبدأ على طول بلقطة من منظمة الابطال، وهم بيقولوا ان في انفجارات وفي كلام مجنون جدا بيحصل جنب المنظمه دلوقتي. بتشوف الاخ فورتي وهو لسه في المستشفى ومستعجب ايه اللي بيحصل خارج المبنى دلوقتي، وبيبص بصه كده من الشباك وبيشوف سايتاما على طول بيتحدف في المبنى. فورتي كان مستعجب جدا، وسايتاما بيقول له انت المفروض انك مصاب، خليك مرتاح دلوقتي، وعلى طول بينط تاني وبيرجع لنفس المكان بتاع تاتسوماكي. ومن هنا بتشوف المنظر الخرافي جدا، تاتسوماكي مش بتهزر خالص والدنيا عماله فجر اكتر واكتر. وكده المفروض ان فورتي خلاص هيصرف نظر عن القتال الراوند 2 ما بينه وما بين سايتاما، لان بعد اللي شافه ده اتوقع انه مش هيبقى متحمس اصلا انه يبقى في قتال ضد الاخ سايتاما ده. حتى هو قال يمكن الريماتش هيأخر شويه، مش هيبقى دلوقتي. بتشوف ان المجموعه بتاعت فوكي فعلا قدروا ان هم يطلعوا من مبنى منظمه الابطال، وهم متجهين دلوقتي على اساس رايحين يساعدوا فوكي، ولكن شافوا المنظر الكبير جدا ده وعارفين ان تاتسوماكي هي السبب في كل ده، فبداوا يخافوا اكتر وبداوا يقولوا احنا لو تدخلنا فعلا هنتدخل مع تاتسوماكي وهتحصل مشاكل كبيره جدا. هم قاعدين بيتكلموا، على طول تاتسوماكي اصلا بتيجي فوق راسهم كده على طول وبتقول كلام مهم جدا. بتقول ان هي مستغربه ان هي فعلا اللي بتطلع كل طاقتها وبتخرج كل ما عندها، مش سايتاما اللي بيعمل كده، المفروض هي اللي بتختبر سايتاما مش العكس. فهي نوعا ما مستغربه ان بعد كل ده هي مطلوب منها تطلع اكتر واكتر في القتال. بتشوف بقى ان راو بيقول ان ما بين كل القتالات اللي كانت تاتسوماكي موجوده فيها، القتالات اللي كانت حياتها على المحك اصلا، بيقول ان القتال ده فعلا تاتسوماكي كانت بتستمتع، والقتال فور فان، قتال للمرح. وكمان الراوي بيعرفنا ان الوحيد اللي تاتسوماكي كانت مفكره انه ممكن يوصل للليفل ده هو بلاست، مش الاخ سايتاما ده. بتشوف ان هي بتقول ان هي لازم تخلص الموضوع على طول، فبتبدا وبتعمل حركه مجنونه جدا، وطبعا الرسم خرافي جدا من مراته في الفصل ده، كميه جهد مش طبيعي. ده غير ان عاجبني جدا اللقطات الخفيفة اللي بتشوف سايتاما قاعد بيجري فيها بعيد جدا. بتشوف هنا بقى ان سايتاما قاعد بيجري تقلب الارض حرفيا وبتطبقها على سايتاما بلقطة مجنونة، وكمية ديتيلز ورسم خرافي من مراتا كالعادة، حرفيا حاجة رهيبة جدا. نشوف في كل فصل رسومات خرافية زي كده. المهم بعد ما تاتسوماكي قلبت الارض حرفيا على سايتاما، بتشوف ان سايتاما واقف بطريقة فخمة جدا وما حصلوش اي حاجة، وده المتوقع طبعا. فهنا تاتسوماكي بتتوتر اكتر واكتر وبتحس ان هي لازم تعمل اخر حاجه عشان تخلص على سايتاما، وبتشوف ان سايتاما بيقول لها كفايه لحد هنا، انت تعبتي، المفروض ما تدفعيش نفسك لاقصى الحدود زي كده. ولكن كالعاده تاتسوماكي بتسكته وبتضربه بضربه، المفروض ان الضربه دي كانت كافيه ان هي تخليه يوصل خارج الفضاء، ولكن من قوه سايتاما تاتسوماكي متفاجئه جدا، وطبعا مش قادره تحركه غير بس ان هي تطيره فوق الارض بشويه امطار. ومن هنا سايتاما بيشوف في عيون تاتسوماكي حاجه مختلفه، فبيقولها على طول ما تهدي الوضع شويه، انا مش هنا كعدو ليكي. فاللي هو جميل ان بعد كل ده بنشوف ان سايتاما ما عندوش اي مشاعر اتجاه تاتسوماكي، مش عايز يعلمها درس مهم، مش عايز يخليها تقف عند حدها، مش فعلا عنده الغل ان هو لازم يحط على تاتسوماكي كل الكلام ده، هو بس مخليها تطلق العنان لقوتها ويشوف اخرتها. وقالها في وشها كده ان نظرتها عن العلاقات سطحيه او خفيفه نوعا ما. فبتشوف بقى ان تاتسوماكي بتقع على الارض اكتر وبتفتكر الموقف بتاع بلاست، ساعة ما كان بيقول لها ما تتوقعيش
تستحقيش من اي حد انه يجي ينقذك، وبيوصيها ان هي تحمي عائلتها. هنا بتشوف بقى الموقف حرفيا بعد ما تم انقاذها من الوحش ده، بعد ما بلاست جيب الكيوب وانقذ تاتسوماكي في الموقف ده، هنا على طول شفنا ان تاتسوماكي طلعت من المقر وعلى طول كانت متجهه لفوبوكي. هنا اول مره بتشوف فوبوكي وهي صغيره، كانت قاعده وعلى نيتها مش عايزه اي حاجه من الدنيا. بتشوف ان تاتسوماكي بتدخل عليها بشكل قاسي جدا، ولكن مره واحده بتشوف وراها اربعه من المجموعه تسوكيومي اللي حرفيا شبه الاخ ابولو بالظبط. الاربعه شبهه بالظبط كانوا ورا تاتسوماكي، دول اتوقع من نفس المنظمه عايزين يروحوا يستدعوا تاتسوماكي من اول وجديد. ولكن بشكل قاسي جدا بتشوف قطرات من الدم وايد تاتسوماكي ملطخه بالدم، ما نعرفش قتلتهم ولا عملت ايه بالظبط، ولكن شفنا ان هي بتقول لتاتسوماكي تعالي انا هحميكي بالمنظر المرعب ده. فطبعا بتشوف رده الفعل متوقعه جدا من فوبوكي، وفي اللحظه دي بنعرف ان في الوقت ده بالذات تم استيقاظ القوه بتاعت فوبوكي. فمن هنا تاتسوماكي عرفت ان هي المسؤوله عن كل ده، وهي المسؤوله اصلا عن القوه بتاعت فوبوكي لان هي اللي ولدتها اصلا في اللحظه دي. فهي دي حاجه كبيره جدا، وبتبرر لينا اصلا ليه تاتسوماكي حرفيا مهتم قوي كده بفوبوكي وحاسه بذنب اتجاهها، لان هي كانت السبب في استيقاظ القوه بتاعتها. شفنا بقى ان هي قاعده بتكلم نفسها وبتقول ان هي المسؤوله فعلا عن حمايتها عشان هي كانت السبب في كل ده من البدايه. بنرجع تاني بقى وبنشوف لقطه جميله جدا بمشاعر جميله جدا من احسن اللقطات في مانجا وان بانش مان كلها من ناحيه المشاعر. بتشوف تاتسوماكي متجهه لبلاست وبتقول له ما تسيبنيش لوحدي، وبتشوف ان الراوي هنا بيقول ان الشخص الوحيد اللي حرر تاتسوماكي فعلا هو بلاست. بتشوف لقطات وتاتسوماكي بتجري على بلاست وبلاست قاعد بيمشي، والراوي بيكمل وبيقول ان تاتسوماكي عندها توقعات مبالغ فيها اتجاه بلاست. بتشوف ان هي بتقول انا متاكده ان بلاست هيحترمني بعد حصولي على القوه دي، انا متاكده ان هو هيعلمني طريقه افضل للحياه. بتقعد تكلمه وبتقول له انا حاولت وعملت اقصى ما عندي ولكن مفيش حاجه بتنفع. بصراحه اللقطات دي عجباني جدا يا جماعه، ورسم تاتسوماكي بشكل معبر جدا اللقطه دي كانت رهيبه فعلا، لان اللقطه دي فعلا بنقدر نشوف مشاعر تاتسوماكي الحقيقيه، وبنشوف قد ايه هي حاسه فعلا بالناس اللي حواليها ومش عايزه الناس اللي حواليها تحس فعلا ان تاتسوماكي قاعده بتاذيها. في اللقطه دي بندخل اكتر في مشاعر تاتسوماكي وبنحس بالمعاناه اللي بتحس فيها من بدايتها خالص ومن بدايه طفولتها. فبتسال بلاست وبتقول له المفروض انا اعمل ايه، وهي ماسكه هدومها كده ومتوتره وندمانه جدا وقاعده بتعيط. بتشوف ان بلاست الاسطوره بقى بيلف كده لفه، وبلقطه فصلان جدا وكوميديه جدا ومعبره جدا برضو، بلاست هو بيلف كده بالراحه على طول بتشوف انعكاس الشمس على صلعه سايتاما، اللي هو بلقطه كوميديه جدا بتشوف انعكاس بلاست على شخصيه سايتاما في الحقيقه. ومن اللحظه دي حرفيا تاتسوماكي بترجع طفله من اول وجديد، ثابت القوه على جنب، ثابت الاستفزاز على جنب، ودلوقتي هتبدا تشوف سايتاما من منظور تاني وهتبدا تحس ان هو زي بلاست بالظبط. ودلوقتي بتشوف برضو ان سايتاما بيعملها زي الطفله بالظبط، بيسالها هل انت كويسه، وبتشوف ان تاتسوماكي ساكته ومنصدمه تماما، ولكن زي ما قلت لكم هي شالت كل الحواجز وشالت كل التصنعات ودلوقتي هي رجعت بريئه وطفله زي ما كانت في الاول. بتشوف ان سايتاما بيقول ان كل ده انا كنت بحاول اخلي حماسك واندفاعك يكون خارج او بعيد عن الناس، يعني بمعنى اخر بيعرفها ان انا ما كنتش عايز اقاتلك، انا ما كنتش بعمل كل ده عشان عايز اقاتلك واحد ضد واحد، انا بس كنت بحاول ابعدك وكنت بحاول اخلي حماسك بعيد عن الناس عشان ما تحصلش اي اصابات. بيكمل كلامه وبيقول انا مش عارف نوع التمارين اللي بيعملوها اصحاب القوه الروحيه، ولكن قوتك فعلا كانت مثيره للاعجاب بشكل كبير. هنا تاتسوماكي بتبص بصه وفعلا تحس ان هي بدات تحس بكلام سايتاما وبدات تديله اهميه بشكل كبير، ولكن طبعا بترجع لطبيعتها وبتقول له انا مش محتاجه منك تقول لي الكلام ده. وبتشوف ان سايتاما بيقولها طالما بتتكلمي بالاسلوب ده فانت كويس. فبيقف وبيقول خلاص خليني اقول اللي انا كنت عايز اقوله من الاول واروح على طول. بتشوف ان تاتسوماكي فعلا بتبص عليه وعايزه تسمع الكلام اللي هيقوله، لان فعلا هي بدات تحس ان الاخ ده مهم والكلام اللي هيقوله مهم 100%. سايتاما بيقول بقى انك انت ممكن تعيشي حياتك بالاسلوب اللي انت عايزاه، ولكن حاولي لما تتحمسي او لما تتعصبي ما تكسريش في حاجه الناس، اللي هو رساله بسيطه جدا يا جماعه، ولكن حرفيا في الصميم او
تناسب فعلا شخصية تاتسوماكي وتناسب اللي سايتاما كان عايز يوصله لتاتسوماكي من البداية، لان احنا كنا عارفين ان تاتسوماكي هي السبب في تحطيم بيت سايتاما، فبالتالي هو حس ان لا دي مشكلة المفروض تاتسوماكي ما تعملش كده، فهو فعلا اداها اكتر نصيحة هي محتاجاها الفترة دي. وبتشوف لقطة جميلة جدا وسايتاما قاعد بيقولها انت هتكوني بطلة جيدة لو فعلا تجنبتي الموضوع ده، وقاعد بيطبطب على راسها زي الطفلة بالظبط. خلاص سايتاما بيخلص الواجب بتاعه وبيقول لها سلام، ولكن شفنا ان تاتسوماكي كانت لسه عايزة تقول له حاجة، بتقول له استنى، ولكن على طول فبوكي بتتدخل، فواضح ان تاتسوماكي كانت عايزة تقول له حاجات اكتر وتكلمه اكتر، ولكن فبوكي بتتدخل هنا في وقت متأخر جدا جدا. بتشوف ان فبوكي واخد الموضوع بجدية تامة وصريحة 100%، وبتقول لتاتسوماكي انا سبت كل اعضاء الفريق ورايا ودلوقتي انا هبقى انانية زيك وهقاتل لوحدي. فبتشوف ان تاتسوماكي بتقول ماشي تصرف كويس، ولكن واضح ان اتباعك لسه مش فاهمين الوضع. بتشوف ان فبوكي بتنصدم من هنا وهما بينصدموا كمان، وتاتسوماكي بتتعصب اكتر واكتر، ولكن بتشوف بقى ان الشخصية اللي اسمه ايلاشيس عايز يقول حاجة ولكن مش قادر، ولكن في الاخر قالها. بيكلم تاتسوماكي وكلهم بيتوسلوها عشان يفضلوا مساعدين لفبوكي، وبيوعدوها ان هما هيبقوا اقوى مع الوقت. بتشوف هنا لقطة ان فبوكي مكسوفة جدا وتاتسوماكي متعصبة اكتر واكتر، وكانت فعلا بعد كل ده كانت هتضربهم ضربة ما نعرفش كانت هتأذيهم ازاي، ولكن بعد كل اللي بيحصل ده وكانت هتعمل كده برضه. فهنا فبوكي بتتدخل تاني عشان تحميهم وبتضربهم ضربة خفيفة بدل ما تاتسوماكي هي اللي تضربهم، وبتوبخهم اكتر واكتر وبتقول لهم انتوا ضعفاء مش هتقدروا تعملوا حاجة حرفيا. بتشوف بقى ان اتباع فبوكي واخدين الموضوع بجدية تامة، صعبوا عليا الصراحة وهم قاعدين بيعيطوا كده وبيتحايلوا على تاتسوماكي وفبوكي، حتى سايتا بستغرب يقول ايه الهبل اللي بيحصل ده، ولكن بيبص بصة كده على تاتسوماكي وبيقول لها ايه المشكلة ما تخليهم يحموها. تاتسوماكي بتقول له مالكش دخل بكل بساطة، وهنا بتيجي الحوارات الجميلة بتاعت سايتاما، الحوارات البسيطة الخفيفة ولكن المعبرة جدا، زي اللي شفناها ساعة ما كان بيكلم جينوس قبل كده وزي حاجات كتيرة جدا، ولكن الحوارات دي هي اللي بتميز شخصية سايتاما فعلا. بيقول ان هو زمان ما كانش بيقدر اصلا ان هو يقضي على وحش من تهديد ذئب، لان احنا كلنا عارفين ان سايتاما قبل ما يبدأ التمارين بتاعته كان ضعيف نوعا ما، وهو بيعترف بده وبيقول ما كنتش اقدر حتى اقضي على وحش من تهديد ذئب. فبيقول لها ايوه هما ممكن يكونوا ضعفاء دلوقتي، ولكن محدش يعرف حدود الناس دي ممكن توصل لايه. فاللي هو بيقول لها بالظبط زي ما انا كنت مش قادر اقضي على وحوش من تهديد بسيط جدا، ولكن دلوقتي شوفي حدودي وصلت لايه، بالظبط الناس دي ممكن تبقى في نفس التجربة، هما ضعفاء دلوقتي ايوه زي ما انا كنت ضعيف زمان، ولكن ممكن مستقبلا ما نعرفش ممكن يوصلوا لايه بالظبط. فهنا لاول مره وخلاص اتوقع ان احنا وصلنا للهدف اللي كنا عايزين نوصل ليه من البدايه، ان تاتسوماكي بتحترم سايتاما وبتحترم رايه وبتسمع كلامه فعلا. فبتوقف فبوكي وبتقولها خلاص خلينا نروح دلوقتي، انا كنت جايه هنا من الاساس اصلا عشان كل امور سايكوس وكل الكلام ده، وبتقول لهم انا هسيبكم المره دي طلبا من سايتاما فقط، وبتضربه على راسه كده بشكل كوميدي جدا، ولكن بتهددهم اكتر واكتر كالعاده، وبتقول لهم لو حصلت اي حاجة لفبوكي انا مش هسامحكوا ابدا، ولكن بتشوف بقى ردة فعلهم المتحمسة عكس المرات اللي فاتت. ومرة واحدة بتكلم سايتاما وبتقول له ان الموضوع مخلص لغاية هنا، في اي وقت احس ان انا عايز اختبرك من اول وجديد ممكن اعمل اختبار مفاجئ في اي وقت، الا هو بمعنى ان تاتسوماكي دلوقتي عايزة تقرب اكتر من سايتاما مش عايزة تبعد، فبالتالي بتأمن الموضوع وبتعرفه ان انا في اي وقت ممكن اجي واعمل نفس الكلام ده بغرض ان هي تفضل العلاقات مستمرة ما بينهم. بتشوف بقى ردة فعل سايتاما وهو محبط تماما، وبتشوف برضو قد ايه فبوكي واتباعها مذهولين جدا من ان تاتسوماكي فعلا بقت تسمع كلام حد اللي هو سايتاما. فبيمشي سايتاما اخيرا وبيوصي تاتسوماكي تاني ان هي ما تتحمسش وما تعملش نفس الكلام ده، وبيخلص الفصل على الشخص ده وهو كان قاعد بيكلم فبوكي قال لها حاجة نوعا ما خلتها تستغرب، وخلاص بيخلص الفصل الجميل ده من هنا. فصل جميل جدا، انا استمتعت بيه جدا يا جماعة، زي ما قلت لكم كل الفصول اللي فاتت بتاعت تاتسوماكي وسايتاما ايوه استمتعت بيها، كان في فصول نوعا ما مستواها اقل من الباقي، ولكن الفصل ده من
وجهة نظري افضل فصل في العراق ما بين سايتاما وتاتسوماكي، وفي مشاهد جميلة جدا زي مشاهد الحوار ما بين سايتاما وتاتسوماكي والفلاش باك بتاعها من افضل المشاهد المعبرة جدا في مانجا وان بانش مان ككل. فاللي هو خلاص وصلنا للهدف اللي كان عايز يوصل ليه اصلا القتال ده، اللي هو تطور شخصية تاتسوماكي للافضل وتقوية علاقتها مع سايتاما، لان دلوقتي خلاص دلوقتي تقريبا بتنظر لي نفس نظرة بلاس، فدي حاجة جميلة جدا. وزي ما قلت لكم دي حاجة ممكن تخلي علاقة بلاست مع سايتاما تقوى اكتر واكتر، لان دلوقتي بقى في وسيط قوي اللي هو تاتسوماكي، لان دلوقتي تاتسوماكي ممكن نقول ان بلاست وسايتاما هما الايدولز بتوعها دلوقتي، فممكن تخلي الاثنين دول يتقابلوا في اي وقت، ممكن تكلم سايتاما عن بلاست وممكن تكلم بلاست عن سايتاما، ولكن 100% هي هتكون سبب من الاسباب في اللقاء ما بين بلاست وسايتاما المنتظر طبعا. ودلوقتي خلاص ممكن ندخل على الاحداث الجديده واحنا فاهمين كل حاجه وكل حاجه مفروشه لينا. نشوف بقى تسوكيومي والمجموعه بتاعه تسوكيومي هتعمل ايه بالظبط، وسايكوس هتعمل ايه برضه، وخلاص دلوقتي تاتسوماكي وفوبوكي اتطوروا نوعا ما مع سايتاما. متاكد برضه ان احنا هنشوف سونيك في الاحداث الجديده، لان 100% ظهوره في الفصل اللي فات مره واحده بشكل كوميدي كده كان لسبب، وهو ان احنا هنشوفه في الفصول الجديده. وبرضه متاكد ان احنا هنشوف بلاست في الاحداث الجديده، لان لو ما شفناهوش اتوقع دي هتكون حاجه سيئه جدا، لان كل اللي بيحصل ده انا متاكد هو تمهيد لظهور شخصيه بلاست لينا وعلاقته مع تاتسوماكي وسايتاما. فصل جميل جدا استمتعت بيه بشكل كبير جدا، اكتر حتى من الفصول بتاعت القتال. الحوارات في الفصل ده كانت جميله جدا، فمستني رايكم في الكومنتات حال شخصيه تاتسوماكي، علاقتها مع سايتاما، ايه رايكم في الفلاش باك، ايه توقعاتكم للاحداث، هل فعلا تتوقعوا نفس الحاجات اللي بتوقعها، هو ان قريبا هنشوف بلاست وهنشوفه بيتكلم مع سايتاما، ولا ايه رايكم بالظبط؟ مستني جميع ارائكم ومناقشاتكم الجميله جدا في الكومنتات، وكالعاده ما تنسوش اللايك سبسكرايب شير، الكلام ده بيفرق جدا معانا. لو انت لسه مش مشترك اشترك معانا، لان احنا هنتنوع في المحتوى وهنتكلم عن حاجات كتير، اوريدي احنا بنتكلم عن حاجات مثيره جدا في عالم الانمي والمانجا، فخليك جزء من رحلتنا. وبس يا جماعه شكرا ليكم، وكان معاكم نرد الانمي.